وفي طار يخافوا ما يحشموش خرج أحرار خراطة وقبلهم أحرار نيمرتلان في هذين الأيام الماضية، وكانت شعارات قوية وبدايات لعودة الحركة. خراطة هذه اللي زرتها أنا قبل حوالي 35 سنة، إنما كنت في الشرق في فترة تكوين يسمى ستاج انترن، أي تكوين داخلي ضمن المدرسة الوطنية للإدارة، نقوم فيه بالتعرف على الولاية وعلى الدائرة وعلى البلدية. كنت في صيف واغتنمت الفرصة لزيارة الشرق الذي لم أكن أعرفه إلا قليلا، ومن بين المدن اللي زرتها كانت صطيف وجيجل وسكيكدا، ومرورا على مدن أخرى أصغر بما فيهم خراطة. جنة فوق الأرض، جنة فوق الأرض، قطعة من سويسرا أو قل أفضل في بعض الأحيان. لكن خراطة مثل غيرها من المدن الجزائرية كلها تعيش الجحيم، وأهل خراطة خرجوا هذا السبت، وكانت شعارات قوية، وكان موقف من أروع ما يكون تحضيرا للعودة الكبرى، عودة الحراك القادم بإذن الله اللي راح على الأبواب. بضعة أيام، أسبوع، أسبوعين، حسب ما يحاول أحرار البلاد الآن الاتفاق عليه في الداخل أساسا، وسيكون حي الله أحرار خراطة، وحي الله حيال أحرار أث ورثلان بني ورثلان، وتأكدوا بأن هذه المواقف نتاعكم هي مواقف تاريخية سيذكرها التاريخ، خاصة ونحن أحرار البلاد جميعهم يتحضرون للحراك في دورته الثانية والنهائية، في شوطه الثاني والنهائي بإذن الله، لقيام دولة مدنية، دولة العدل والحق والقانون، أنيطا دو دروا. بإذن الله ستكون ليس الأمر سهلا، ولكن ثبات الرجال والنساء، ثبات الأحرار في هذه الأرض، الأرض الطيبة، ثباتهم مثلما مر سنة قبل الكورونا وكان ثبات أسطوري وسلمية أسطورية وحضارية، هذا هو الذي سينهي الموضوع في الأسابيع القادمة. جاءت كورونا، استفادوا منها في أكور تيرم كما يقال في الفترة القصيرة الأولى، لكنها ستصبح عليهم وبالا على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. إذا استفادوا منها على المدى القريب واضطر الناس احتراما لصحة الجزائريين ككل، اضطر الحركيون أن يتوقفوا قليلا، فإن العودة ستكون أقوى بكثير، خاصة وأن إخواننا الذين خدعوا بانتخابات 12-12، بانتخابات نصف العصابة في السجون نصفها مع تبون، تفطنوا الآن وفاقوا الآن، وأغلبهم عائدون وبقوة. ستكون العودة من المناطق التي قيل أنها انتخبت ستكون قوية، وقوية جداً. ففي تلك المناطق الآن يسود غضب شديد من أنهم خدعوا، وأنهم في نهاية المطاف ربما ساهموا من حيث لا يشعرون في إطالة عمر هذه العصابة. خير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا عليكم إخواني، المهم أن الإنسان إذا أخطأ مرة لا يخطئ مرة أخرى. جاية فرصة، وستكون عودتكم يفرح بها الأحرار كما يفرح الإنسان بعودة ابنه أو أخوه أو أبوه الذي ظل. عودتكم جميع الجزائريين ستكون ضربة، كما يقول المثل، ضربة بالفاس خير من عشرة بالقدوم. سلميا وحضاريا
سيتم الإطاحة بهذه العصابات كمشة الجنرالات وليس كل جنرالات. وعلى ذكر الجنرالات أترحم على أحد الجنرالات من أبناء الشعب الذي توفى قبل 4 أو 5 أيام في الحرس الجمهوري، رحمه الله رحمه الله، وقد كان بالفعل من أبناء هذا الوطن ومن أبناء هذا الشعب. وعلى ذكر ما يحدث في كثير، خلينا نشوف أيضا بعض الأهازيج اللي متعون بها أهلنا في خراطة. حي الله أحرار البلاد في كل مكان وفي كل زمان، وأينما تواجدوا الأحرار أحرار الإنسانية فتحية لهم جميعا، لأن أحرار الإنسانية جميعا يشتركون في الدفاع عن المظلوم، والشرار الإنسانية يشتركون في قهر المظلوم وضرب المظلوم واحتقار المظلوم والفقير والضعيف، بينما الأحرار يدافعون عن الإنسان أيما كان وكيفما كان إذا ما كان مظلوماً.